كابتن مصر. سلام يا كابتن. سلام. يقعد يقطع في العالم كله ويمسك الناس كلها يهريها وده مش عاجبه وده مش عاجبه. كانت بسطرمة ماشي تقطيع في الناس كلها. وبعدين في الاخر يقول لك كلهم هجاسين وانا اول الهجاسين. اه امرنا لله بقى. يا ابراهيم ابراهيم انا نمت مع كابتن ابراهيم. يا نهار ابيض ابراهيم. يا كابتن رضا انت لسه معاه؟ ابراهيم. فانت بتقول عشان هجاس وبقطع وبتاع بسطرمة وبتاع. طب يا ابراهيم وربنا بقول لك ايه انت عندك يوم الحد. يوم الحد انا والله يا كابتن ما كنت اقصد حاجه. انا ما كنتش اقصد حاجه. انا مش اقصد حاجه والله. انت بتتكلم في دار يا ابراهيم. وربنا ما ربنا ما اقصد في الوش مش عارف ايه وفي القفا ايه. ابراهيم طب وربنا لا يجيلك يوم الحد يا ابراهيم. هيبعنا انا وانت بقى القاء على الهوا قدام الناس. فعلا فعلا هتقطع ربنا ما يسيبك حبيبي يا كابتن مصر. والله ما تزعل مني بس خلاص هستناك. انت